لمن لا يرى في الرزق إلا المال ماذا تقول له؟ أقول له ينبغي أن يتعلم، أن يوسع رزق، أن يوسع نظرته للحياة. كم وكم من أناس، هلا قارون، قارون أديش ملك، ملك مال ما منتخيله نحن. لذلك ربنا عز وجل ما ذكر لنا أديش ملك، ولكن ذكر لنا أنه عند منه أموال، الأموال وضعها في صناديق من ذهب، وهالصناديق وضعها بغرف، والغرف إلى أقفال. المفاتيح بس المفاتيح بدا مجموعة من الرجال عصبة أولي القوة حتى يحملوا المفاتيح، مفاتيح للأبواب، والأبواب مليئة، والأبواب فيها غرف، والغرف مليئة بالذهب. ومع ذلك لم يرضى أن يشكر الله، فقال إنما أوتيته على علم عندي، فالله سبحانه وتعالى خسف به وبداره الأرض. كمان يعني غير أنه ما شكر، كان يمشي الخيلاء، شو الخيلاء؟ البخترة، ويلبس ثيابا طويلة تجر على الأرض، و يعني هون يعني قالوا اشكروا إن الله لا يحب الفرحين. نعم. يعني فرح بأمواله، وهون الفرحين جاءت بمعنى المتكبرين. نعم. نعم.